بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم واجعلنا من خيار شيعتهم يا أرحم الراحمين. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن حبيب الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ابن الحسن المجتبى، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد بكربلاء، السلام عليك يا ابن علي بن الحسين، السلام عليك يا ابن محمد الباقر، السلام عليك يا مولاي يا جعفر الصادق ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك يا وحي الثائرين، صلى الله عليك يا وحي الثائرين، أنت الصابر يا ابن الباقر، أنت الصابر يا ابن الباقر، صلى الله عليك يا وحي الثائرين، صلى الله عليك يا وحي أنت الصابر، أنت الصابر يا ابن الباقر، أنت الصابر يا ابن الباقر، صلى الله صلى الله عليك يا وحي الثائرين، صلى الله عليك يا وحي الثائرين. صلاة الروح معراجي بآل البيت للخالق، ولي فخر إذا قلت أنا من مذهب الصادق، أنا من مذهب الصادق، أنا يا عاذلي نبض بحب المرتضى غارق، هو الميزان والعدل وقرآن الهدى الناطق، وقرآن الهدى الناطق، أنا آمنت بالعشق فمن حبي أنا واثق، أنا آمنت بالعشق فمن حبي أنا واثق، ومكتوب على لآل المصطفى عاشق،
علي المصطفى عاشق آلي آلي البيت أنا والد لآلي البيت أنا آلي آلي البيت أعلمت ولائي وقد أعطيت حبي وانتمائي لأني أعشق العيش عزيزا تمسكت بخط الأولياء تمسكت بخط الأولياء فمن ولا علي سوف يبقى عزيز الروح في يوم البلاء ومن عدا عليا في دناه فقد حارب جبار السماء فقد حارب جبار السماء بهوى حيدر إنني أفخر بهوى حيدر إنني أفخر فعلي حجة الله على الناس حيدر الكرار قائد الأحرار وأنا في حبه قد عشت إحساسي وأنا في حبه قد عشت إحساسي صلى الله عليك يا وحي الثائرين صلى الله عليك يا وحي الثائرين أنت الصابر أنت الصابر يا ابن الباقر أنت صلى الله صلى الله عليك يا وحي الثار صلى الله صلى الله عليك يا وحي الثار وقفنا جانب السوري بدمع قد جرى جريا إلى قبر سماوي سكبنا آهة اللقيا سلام واستوى القبر بنور الله مبنيا سلام واستوى القبر بنور الله مبنيا فيا وارث إبراهيم نورا يملأ الدنيا سلام صادق الآلي أيا من أنطق الوحيا سلام الله يا موسى سلام الله يا يحيى سلام الله يا سلام الله يا عيسى ويا وجها رسوليا بلا حب لكم بلا حب لكم إني
ربي لم أكن شيئا، بربي لم أكن شيئا، بكم أفخار يا جعفر، بكم أفخار يا وللقبر الإمامي الممجد علي زيارة بشوق تتجدد، إلى الباقر والصادق حتى علي وإلى سبط محمد، علي وإلى وللقبر الإمامي الممجد علي زيارة بشوق تتجدد، إلى الباقر والصادق حتى علي وإلى سبط محمد، علي وإلى علي ما على شمه تربه الأعظم، يومها ألا يشم في الدنا غالي، إنه الجنة حبه جنة، إنه الجنة حبه جنة، فبيوم الوعد لا حجر بأهوالي، ومن قد هدم القبر المطهر إلي نار وسعيد سوف يحشر، بأغلال من النيران يلقى جحيما جلده فيها سيصهار، جحيما جلده فيها سيصهار، ثم لا شافع يومها دافع عن عذاب الله يوم الفزع الأكبر، أن من والاه قلبه الآلى، أن من والاه قلبه الآلى، يومها يأخذه للجنة حيدر، يومها يأخذه للجنة حيدر، ثم لا شافع يومها دافع عن عذاب الله يوم الفزع الأكبر، أن من والاه قلبه الآلى، يومها يأخذه للجنة حيدر، يومها يأخذه للجنة حيدر، صلى الله عليك يا وحي الثائرين، صلى الله عليك أنت أنت الصابر يا ابن الباقر، أنت الصابر يا ابن الباقر، صلى الله صلى الله عليك يا وحي الثائرين، صلى الله بشط الشوق للقيا تهيم الأنفس الحرة، وتنظر في المدى شوقا وترجو الطلعة الغرة، وترجو الطلعة الغرة، وأمواج من الصبر، وأمواج الفدا تترى،
يا مهدي دفاقا حنين الأمة أسرى حنين الأمة أسرى على العهد يا مهدي على متى ينبلج الصبح متى نلقاك يا مهدي متى يا فجر آمال متى يا سورة العهد متى يا سورة العهد نراك اللؤلؤ الوضاء أفي عالية المجد إذا كنا على وعد إذا كنا على وعد فهل لازلت في الوعد فهل لازلت في الوعد على العهد أيا مهدي على شربنا عزة بين الضلوع أيا موجود في جوف الدموع متى نلقاك ما بين البرايا متى يأذن ربي بالطلوع متى يأذن ربي بالطلوع متى تثأر يا مهدي فينا تورينا غضبة الطفل الرضيع مبيد الظلم محي العدل أنت وثأر الجسد الملقى الصريع وثأر الجسد الملقى الصريع صرخة الثائر من دم الناحر صرخة الثائر من دم الناحر صرخة أسسها المذبوح في العاشر أيها الثوري ثورة الطهر قم إلى ثأرك فجر أعين البات وقم يا أملا للبشرية علي ولا تبقي إلى الظلم بقية وقاتل زمرة الإلحاد حتى تورينا الضربات الحيدرية تورينا الضربات الحيدرية أيها المهدي نحن في العهد أيها المهدي نحن في العهد قد قرأنا سورة النصر ولن نهدأ نكتب الثورة ثورة حرة نكتب الثورة ثورة ولكم منا ثبات الدين والمبدأ ولكم منا ثبات الدين والمبدأ أيها المهدي نحن في العهد قد قرأنا سورة النصر ولن نهدأ نكتب الثورة ثورة حرة ولكم منا ثبات الدين والمبدأ ولكم منا ثبات الدين والمبدأ صلى الله عليك
الثائرين. يا الله ولا ولا أنا شيعي من النسل الطهوري، فتشوا عني وعن أصل جذوري. أنا شيعي، أنا الإسلام ديني، وبآل البيت علقت مصيري، وبآل البيت علقت مصيري. أنا شيعي، أنا شيعي، ولي أب كبير، إنني أخضع للرب الكبير. أنا شيعي ولي أب كبير، إنني أخضع للرب الكبير. أنا شيعي بفكري واعتقادي، أنا شيعي بفكري واعتقادي، إنما الشيعة أصل في الدهور، إنما الشيعة أصل في الدهور. أنا شيعي ولا أقبل إلا أن يكون المرتضى نبض شعوري. أنا شيعي ولا أقبل إلا أن يكون المرتضى نبض شعوري. أنا شيعي وقرآني علي، أنا شيعي وقرآني علي، وعلي هو والله أميري، وعلي هو والله أميري. لو علي دارت حرب الوغى، لو علي دارت والوغى الشديدة، ما تركت يوما، ما تركت يوما أفكاري السديدة، كلما رموني بضربة جديدة صحت، إن حبي بالمرتضى عقيدة، صحت إن حبي بالمرتضى عقيدة. لو علي دارت حرب الوغى الشديدة، ما تركت يوما أفكاري السديدة، كلما رموني بضربة جديدة صحت، إن حبي بالمرتضى عقيدة، صحت إن حبي بالمرتضى عقيدة. أنا بالمرتضى أكملت ديني، أرفع حب المرتضى قبل الهداية، أهو الشافع في يوم الحساب، أهو الحافظ من درب الغواية، هو الحافظ من درب الغواية. علي سيد الكائنات، علي في كتاب الله آية، أنا أحمد ربي كل يوم، أنا أحمد ربي كل يوم، بأني سرت في درب الولاية، بأني سرت
حرب الولاية. جعفريون خطنا ما نغيره، جعفريون خطنا ما نغيره، على العهد على العهد إلى الأبد، على العهد إلى الأبد. جعفريون جعفريون خطنا ما نغيره، جعفريون خطنا ما نغيره، على العهد على اسمع. جينا لك يا المهدي نشرح قصة آلام بيها أيتام، والدهر جاير عليها طول السنين، واحد بمحراب وفاطم أم الأطياب من ورا الباب، والحسن بالسم قضى وكربلا حسين، والحسن بالسم قضى وبكربلا حسين. جعفريون دمعنا والله جمرة، جعفريون دمعنا والله جمرة، على العهد إلى الأبد، على العهد إلى الأبد. جعفريون جعفريون خطنا ما نغيره، على العهد على العهد إلى الأبد، على العهد إلى الأبد. شيعة كل عام، شيعة في كل عام، جينا بدمعة العين وله قلبين، في حشانة من تحمل هالمصيبة، في البقيع تهدمت يا حسرة القبور، محوطة بسور يا طبيب اللي يشفي مفجوع بحبيبه، ويا طبيب اللي يشفي مفجوع بحبيبه. جعفريون جرحنا من يجبره، جعفريون جرحنا من يجبره، على العهد إلى الأبد، على العهد إلى الأبد. جعفريون جعفريون خطنا ما نغيره، جعفريون خطنا ما نغيره، على العهد على ألمها من يلمها، فجروا يا المنتظر قبة ولينا، يمتى يا المهدي علينا يظهر النور، ونقصد نزور كل ضريح وما حد يضيق علينا، كل ضريح وما حد يضيق علينا. جعفريون وكل أسرى، جعفريون وكل الشيعة أسرى، على العهد إلى الأبد، على العهد إلى الأبد. جعفريون جعفريون خطنا ما نغيره، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم، واجعلنا من خيار شيعتهم يا أرحم الراحمين.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصره وانتصر به وأعزه وأعزز به، وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين، وأحلل غضبك بالقوم الكافرين. اللهم احفظ وأيد وسدد ووفق، واحرس بعينك التي لا تنام جميع حماة الإسلام، لا سيما السيد القائد والسيد السيستاني والشيخ عيسى أحمد قاسم، وجميع الفقهاء العظام، وجميع العلماء العاملين المخلصين، وجميع المؤمنين والمؤمنات في كل مكان. إلهي، بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، لا سيما المنظورين والمخصوصين. اللهم اشفهم بشفائك، داوهم بدوائك، عافهم من بلائك. اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بمحمد وآله، سرج الظلم ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى روح أم البنين، وإلى روح السيد الإمام، وإلى روح الشهيد الصدر، وإلى روح الشهيد الحكيم، وإلى روح الشيخ بهجت، وإلى روح الشيخ الجمري، وإلى روح السيد جواد الوداعي، وإلى روح الشيخ عبد الحسين الستري، وإلى أرواح أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان، وإلى أرواح شهدائنا وشهداء الإسلام، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.